التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرياض مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ، حيث أعرب الرئيس عن تطلعه للعمل المشترك خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين. وخلال اللقاء أشاد الرئيس الصيني بدور مصر بقيادة الرئيس في تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، كما قدم التهنئة للرئيس على التنظيم المصري الرفيع المستوى للقمة العالمية للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ والنجاح الكبير الذي حققته. وأكد الرئيس الصيني أن بلاده تعتز بشراكتها مع مصر في جميع المجالات، وتتطلع للتوسع وتنويع أطر التعاون المختلفة، فضلا عن دعم مصر في مسيرة التنمية الحالية بقيادة الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن مصر بها فرص واعدة للاستثمارات والشركات الصينية. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن اللقاء تناول استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أشار الرئيس السيسي إلى تكامل المبادرة الصينية الحزام والطريق مع جهود مصر التنموية، كما أعرب السيد الرئيس عن التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر، فضلا عن تشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في البلاد. وشهد اللقاء تبادل الرؤى بالنسبة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، حيث ثمن الرئيس الصيني في هذا الإطار الدور المصري الرائد في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة من خلال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.